الأهلي المصري السيد حسام البدري. إذا قبل أن نعطيكم الفرصة لطرح أسئلتكم، المرجو ذكر الاسم والمنبر الذي تنتمون إليه وأن يكون السؤال مباشرا. شكرا. تفضل. أو سؤال. مساء الخير كابتن حسام. تفضل. يعني حتى اللوحة اللي وراك بتقول أن الأهلي هو صاحب الأرض والجمهور، هناك ضيافة غير عادية من قبل المغرب، الأهلي ضد الوداد، إذن الأهلي هو صاحب الأرض والجمهور على الرغم من أنكم تلعبون خارج، كيف ستسعون إلى تفريغ العامل النفسي على لاعبي الأهلي، خاصة أن مباراة الذهاب النتيجة 1-1 يحتضر شرك حقيقي بالنسبة لنهائي كنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ طبعا اكيد، يعني احنا بنتشرف ان احنا موجودين في المغرب، و يعني بنشكر على حسن الاستقبال والاستضافه، واكيد المغرب بلد شقيق وبلد حبيب بالنسبه لنا، لكن زي ما انت بتقول بكره المباراه النهائيه، وبغض النظر عن اي عوامل موجوده، اكيد المحطه الاخيره في بطوله افريقيا هو ده التفكير وده التركيز بالنسبه لنا وبالنسبة للاعبي النادي الاهلي. مفيش فرصة تانية، خلاص في كل تفكيرنا بكرة، حتى بالجماهير اللي موجودة حوالينا بخبرات لعيبة النادي الاهلي، لان لعيبة النادي الاهلي طبعا معظمهم عندهم خبرات في النهائيات، ولعبوا مباراة صعبة كتيرة خارج ملعبهم، ومفيش تفكير الا في المباراة وتحقيق الهدف في المباراة، فان شاء الله ده هيكون هدفنا بإذن الله. الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، مجلة حول الخليج السعودية وإدارة السعودية. أول شيء نحمد الله على سلامة بنتك. الله يسلمك، الله يخليك. وبكرة مباراة ما فيهاش كلام، يعني مباراة النهائية، هل تخشى الجمهور المغربي خاصة أنه سيكون متواجد من الساعة 4 عصرا، وهل هناك إصابات طبعا في النادي الأهلي، خاصة أنه نادي عريق، نادي كبير نعتز فيه في العالم العربي؟ شكرا. يعني خليني بكرر لك تاني، يعني اكيد جمهور الوداد جمهور كبير زي جمهور الاهلي، ويعني شيء مش جديد علينا، مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ان هي تلعب بكره في وسط الحشد الجماهيري اللي هيبقى موجود، لكن اكيد تفكيرنا موجود في المباراه بس، مفيش الا في المباراه، وكل العوامل اللي محيطه بالمباراه اكيد فكرنا فيها وهنتعامل معاها، وفي نفس الوقت زي ما انا بقول قد تكون الجماهير دي ضغط على فرقه الوداد، يعني قد تكون الجماهير دي ضغط كبير جدا على فرقه الوداد ان شاء الله، في حاله ما نكون كويسين في الملعب احنا ان شاء الله. الاصابات عندنا بعض الاصابات، لكن عندنا البدايل ومعروفه الاصابات اللي موجوده عندنا، لكن موجود عندنا البدايل ان شاء الله. كابتن توفيق صناجي من جريده اخبار اليوم المغربيه. كيف مرت ظروف السيدات هذا الاسبوع؟ خصوصا ان سمعنا بان كانت هناك مشاكل، حصه تدريبيه الاخيره لم ياخذها فريق الاهلي في مصر الاول، ثم سمعنا عن بعض مشاكل بين اللاعبين في حصه تدريبيه اليوم امس، هل من تاكيد او نفي لهذا الخبر؟ هل هناك ضغط نفسي على اللاعبين؟ شكرا. بالنسبه للحصه اللي كانت موجوده، زي ما انتم كلكم عندكم معلومات ان طبعا جماهير النادي الاهلي جت وملت الاستاد وملت الملعب، لكن اتمرنا، كان في تدريب ولعبت النادي الاهلي اتمرنوا، بس معلوماتك غلط، اللي قال لك المعلومه بتاعت الامس دي معلومه غلط، يعني اللي وصلها لك كنت لازم تتاكد الاول، يعني اللي انت زعتها كده لا، معلومه خطا اللي انت زعتها دي، ان بالعكس يعني تمرين امبارح كان كله اللعيبه متحمسه بشكل كبير جدا، لكن انت معلومتك غلط، اللي وصلها لك وصلها لك بطريقه غلط. يعني احمد الخولي، موقع في الجول. كابتن حسام، الاهلي عودنا ان هو بيكسب في اصعب الظروف، حضرنا نهائيات زي 2006 الاهلي انتصر في رادس على الصفاقسي وانتصر على الترجي، وطبعا حضرتك كنت انت المدير الفني في 2013 في قلب رادس برضو، هل انت بتتطلع ان انت تعمل نفس النتيجه مع الوداد بكره، ان انت تاخد البطوله من قلب كازابلانكا؟
هو احنا بنتكلم بمنطقيه وكلكم طبعا اكيد يعني حرفيين واعلاميين رياضيين عارفين ان بكره النهائي ولا سبيل الا للفريقين الا التفكير في الحصول على البطوله. الاهلي بيفكر في الحصول على البطوله والوداد بيفكر في الحصول على البطوله، فما فيش تفكير الا في كده في الملعب وخلال وقت المباراه وخلال كل ثانيه في المباراه هيكون تفكير الفريقين بالشكل دوت. احداث المباراه هي اللي هتحدد مين اللي هيكون البطل، لكن اكيد وباكد طبعا احنا جينا هنا من اجل حسم اللقب ان شاء الله. دنيا سراج من راديو مارس. بلا شك طبيعة الحال الفريق الأهلي فهو كيشكي من غيابات عديدة، فريق الوداد الرياضي كذلك عنده غياب مهم اللي هو محمد والنجم. واش نتوما بالنسبة لكم هذه النقطة يمكن لكم غادي تلعبوا عليها كفريق الأهلي، وكذلك شنو هما اللي كيبان لكم نقاط القوة ونقاط الضعف عن فريق الوداد الرياضي؟ يعني انت بالظبط زي ما انت بتقولي في بعض الغيابات موجودة عند النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي استكمل بعض الغيابات اللي كانت موجودة في المباريات اللي قبل كده. يعني يمكن المباراتين بتوع النجم قبل ما يتم لقاء الوداد كان عندنا غيابات كتير جدا، استرجعنا طبعا عناصر مهمه جدا في الفتره اللي فاتت، لكن في بعض الغيابات البسيطه لكن عندنا البدائل. وزي ما انت بتقولي برضه فريق الوداد عنده بعض الغيابات. بالنسبه لنقط الضعف والايجابيات اللي موجوده عند الفريقين اعتقد معلومه ليكم ومعلومه للمدربين ومعلومه لكل حد، ده بكره هنشتغل عليه. هنشتغل على نقط الضعف اللي موجوده عند الوداد. الوداد عنده نقط ضعف وعنده نقط ايجابيه اكيد انا كمدرب واللاعبين بيفكر فيها، واعتقد نفس التفكير برضو من ناحيه الوداد، وكل مدرب يعني بيحاول ان شاء الله يستخدم النقط الايجابيه اللي عنده ويحاول ما يغلطش بالنقط السلبيه اللي موجوده عنده. بس نجح مجدوب تونس. سلام كابتن. اهلا بك. راي حضرتك في غياب التونسي علي معلول بعد ما كان عنصر بارز في الخصوص في مقابلتين ضد النوادي التوانسه، يعني هل يكون مؤثر غيابه ولا لا؟ طبعا غياب علي عنصر اساسي وعنصر مهم، لكن عندنا البدائل اللي على نفس المستوى. وبعد المباراه هنشوف يعني ان شاء الله نقول ان كانت نقطه ايجابيه ولا سلبيه ان شاء الله، لكن اكيد علي لاعب مهم لكن عندنا البدائل على نفس المستوى ان شاء الله. يونس بن الصغير من كذلك نودين جائزة الأولمبيون الرأي. إصابة واحدة لمثلها في القاهرة يعني فيه أسف؟ أسف تمام. هو السؤال والاخ الرجراجي حب انه يقول بان المباراه الذهاب يعني كانت نتيجتها التعادل، يعني هدف لمثله اصابه عندنا بالمغربيه يعني هدف لمثله، يعني واش انتم تتاسفوا على النتيجه؟ تتاسفوا على النتيجه؟ اكيد كنا عاوزين نعمل نتيجه افضل، لكن خلاص هي النتيجه 1-1 وبكره بنلعب على 1-1 والوداد بيلعب على 1-1 برضه، وهنشوف النتيجة في الآخر يعني، لكن خلاص النتيجة أصبحت واقعية بالنسبة لنا. الأهلي بيلعب بكرة إن شاء الله على أساس إن هو النتيجة في القاهرة كانت 1-1 والوداد، وأكيد الفكر ده هيأثر على فكر المدربين في الملعب، ولكن أحداث المباراة هي اللي بتحسم أشياء كتيرة جدا وهي اللي بتساعد المدربين، فإن شاء الله بإذن الله أحداث تكون تساعدنا إحنا بشكل كبير إن شاء الله. يونس بن صغير من الإذاعة الوطنية. سيد حسام، يعني لطالما دفعتم عن وليد ازارو المدافع المهاجم المغربي، وليد ازارو له معرفه جيده بملعب محمد الخامس، كيف ترون هذه المعرفه؟ هل ستفيد باقي اللاعبين؟ هل ستستغلون هذا الدافع يعني لمعلومات لمزيد من المعلومات عن الاجواء، عن جمهور الوداد؟ عن شكرا. يعني اكيد بالنسبه لوليد ازارو انا مقتنع باقتناع طبعا وعارف انه لعيب جيد، وفي نفس الوقت خليني اقول لك بشكل سريع وبسيط كده، وليد ازارو يمكن الاستاتيك او التحليل اللي عندنا يمكن اكتر مهاجم في الفتره الاخيره اتخلقت له فرص، والفرص دي زي ما انا بقول ما بتجيش بالصدفه، اللاعب بيبقى سبب في الفرص اللي بتتخلق له يعني،
فالإحصائيات اللي عندنا أن وليد أزارو في الفترة اللي لعب فيها اتخلقت له فرص كتير جدا، وده أكبر دليل أنه هو مهاجم جيد. يعني السؤال التاني أنت قلت إيه؟ أنا بعرف شو الملعب. لا إحنا لعبنا قبل كده طبعا وعارفين جماهير الوداد، وأنا في أكتر من لقاء قلت يعني الشبه الأكبر بشكل كبير جدا هو التشابه الكبير ما بين جماهير الوداد وجماهير النادي الأهلي، جماهير كبيرة وجماهير مميزة، يعني جماهير الأهلي مميزة وجماهير الوداد مميزة برضه. إبراهيم بولفضيل جريدة المنتخب المغربية. الكابتن حسام، الأرقام والإحصائيات تقول بأن فريق الوداد فاز في كل المقابلات التي أجراها داخل ميدانه في عصبة الأبطال، لكنكم تتحدثون بثقة، ألا تتخوفون هذه الإحصائيات والأرقام التي لدى فريق الوداد؟ لا في إحصائيات، بس الأهلي فاز على الوداد هنا في الملعب ده. يعني في السنين اللي فاتت أعتقد ما كنتش أنا مدير فني، لكن الأهلي فاز على الوداد في السنتين الثلاثة اللي فات دول أعتقد مع مدير فنيين تاني. فدي كرة القدم، ما فيها كرة القدم ما فيهاش ثوابت، وبالذات على المستويات الكبيرة ما تقدرش، ما في حاجة اسمها بالمكان وبالتاريخ، ما فيش كده في كرة القدم خالص. كرة القدم فيها مستوى، فيها 90 دقيقة أو فيها أداء وفيها فكر، تمام، وبالذات على المستويات الكبيرة. هشام محيسن من المصري اليوم. طبعا احنا شفنا مباراة فين يا هشام؟ معاك كابتن احنا شفنا طبعا مباراة الذهاب اللي كانت في اسكندرية، كان في ظلم تحكيمي وقع على النادي الاهلي. عايز اعرف تعليق حضرتك على وجود الجنبي بكاري جسامة في مباراة بكرة ان شاء الله. لا الحكم بتاع مباراة الغد هو طبعا من افضل الحكام على المستوى افريقيا، واعتقد المباراة ما بتسمحش باخطاء، والمباراة متشاهدة بشكل كبير جدا، وزي ما احنا عارفين حكام كاس العالم بيتعينوا يعني او بتحددوا في الفتره، وهو مرشح لكاس العالم بس لسه ما تحددش هو هيروح كاس العالم ولا لا، يعني لسه ما تحددش الحكم ده هيروح كاس العالم ولا لا. فالمباراه بتاعت غدا هي اعتقد هي جزء من القرار اللي هيبقى بالنسبه له هيقدر يروح كاس العالم ولا لا. يعني مباراه الغد بين الاهلي والوداد هتحسم بشكل كبير هل الحكم ده هيصلح ان هو يبقى موجود في كاس العالم ولا لا. مساء الخير كابتن حسام. محمد فنجار هاي سبورت. ما هي ردة فعلكم اذا يعني فقدتم اللقب من مدينة الدار البيضاء؟ شكرا. اكيد هنزعل، وزي الوداد بكره فقد اكيد هيزعل، مفيش اجابه غير كده. السلام عليكم. السلام. محمد العبيس بور 24 انفو. عندي سؤال، احنا على بعد 24 ساعة من بداية المباراة، كيف نقدروا نقيموا الحالة النفسية الآن ديالك وديال اللاعبين ديال الفريق الأهلي؟ هل هناك ضغط، تخوف، كيف احتياط، كيف نقدروا نقيموا؟ لا أنا عاوز أقول لك حاجة، يعني في إحساس بالمباراة النهائية بكرة، يعني بغض النظر على حتى لو في فرق في المستويات شوية لصالحنا أو لصالح الوداد في بعض في النقاط، دي مباراة نهائية في دوافع كبيرة موجودة فيها. في عامل موجود ان احنا بنلعب خارج ملعبنا، لكن قد يكون، وكرة القدم انتوا شفتوها كتير كده، ان شاء الله في حالة لو احنا بنأدي بشكل كويس انا اعتقد ان الجماهير دي هتبقى ضغط كبير جدا على فرقة الوداد، وده اللي احنا برضو ان شاء الله يعني جزء من تحضيرنا المباراة بنفكر فيه ان شاء الله. فزي ما انا بقول مفيش ثوابت، بكرة هيبقى في لقاء، في طبعا فريقين بيفكروا يحصدوا البطولة بكرة. اعتقد الخطوة الاخيرة في حاجات بتبقى نفسية، انت بتعد بيها اللاعبين، لكن الدوافع بتبقى كبيرة جدا لان خلاص توصلت للنهائي، كل لاعب برضو على المستوى الشخصي عاوز يعمل مجد ليه، وفي نفس الوقت فرقة النادي الاهلي انت زي ما انت عارف بيبقى عندها دوافع في اي بطولة بتشارك فيها، لان البطولة دي كمان غايبة عننا بقالها دلوقتي 4 سنوات، فعندنا حافز كبير برضو من الحوافز الكبيره ان شاء الله ان البطوله دي ترجع لنا ان شاء الله. Nous allons prendre les deux dernières questions, une à gauche, une à droite, et sera fini. Derrière. السلام عليكم. بدر إمادي من جريدة سبورت. كابتن حسام، حضرتي في نهائي 2006 و2012 كمساعد مدرب كمدرب. انتزعتوا اللقب من تونس من ملعب رادس امام فريقين كبيرين كفريق ترجو وفريق صفاقس، ولكن كان ديك الفتره كانوا لاعبين كبار مثل ابو تريكا، جدو، بركات،
اليوم واش فريق الاهلي تيمتلك دوك العناصر انه يجلب اللقب بالقلب الدار البيضاء؟ والنقطه الثانيه بغيت نتحدث لك، انا سالتك نفس السؤال في دور المجموعات على انك كنت تخوف من الجمهور، رديتي قلتي ان الجمهور كجمهور الاهلي، من بعد المباراه قلتي ان الجمهور خلق عندنا ضغط رهيب. غدا كيفاش تشوف المقابله، خصوصا ان 80,000 جمهور تتوعد فريق الاهلي؟ أكدت قبل كده وقلت يعني في زملاء كتير سألوا على عامل الجمهور بالنسبة للاعب النادي الأهلي، وزي ما أنت قلت يعني أنت قلت في سؤالك إن إحنا الحمد لله وفقنا قبل كده أكثر من مرة إن إحنا نحصد اللقب خارج ملعبنا، ومعنا تقريبا أكثر من لاعب كانوا موجودين معنا في البطولات دي فعندهم الخبرات دي. في نفس الوقت أنا بقول لك الدوافع بتاعت المباراة بكرة كبيرة جدا، واعتقد ان الفريقين حذرين جدا، لان انا عارف ان فرقة الوداد برضو حذرة جدا جدا جدا، واذا كان في قلق ايجابي برضو فرقة الوداد عندها قلق كبير جدا جدا جدا، وده واضح حتى في التصريحات اللي اتقالت ان احنا مش هنلعب بشكل دفاعي زي ما لعبنا في القاهرة، مش هنقدر نلعب كل الجيم دفاعي زي ما لعبنا في القاهرة. هي طبعا مناورات، كلها مناورات وكلها حذر، وله حق طبعا المدرب ان هو يصرح، وانا كمان يجب ان انا اكون حذر في حاجات ويجب ان انا اكون جريء في حاجات، هو ده التفكير في مباراه الغد. لكن زي ما احنا بناكد بنقول ان بكره الدوافع كبيره جدا، احداث المباراه هي اللي بتحسم مين اللي هيقدر يفوز باللقب. التوفيق مهم جدا، التوفيق بتاع ربنا مهم جدا، ربنا كاتب التوفيق لمين بكره، ده عامل مهم جدا طبعا لازم تعرفينه بما موجود في كره القدم. لكن اكيد في عناصر كتير جدا مشابهه ما بين فرقه الوداد في اللعيبة وفي الدوافع اللي موجودة وفي الفكر اللي موجود عند الاثنين المدربين، أنا واثق إن في فكر مشترك في حاجات معينة، لكن الأحداث بكرة هي اللي هتحسم النقاط اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، وأكيد كل واحد بيتمنى التوفيق، وأنا بتمنى التوفيق طبعا يكون حنيف أنا عشان أقدر أحقق الهدف أنا واللي عاجبني إن شاء الله. Et vous arrêtez de filmer aussi, s'il vous plaît. Arrêtez de filmer avec votre téléphone. كابتن حسام، الاف مؤلفه من جمهور النادي الاهلي كانوا موجودين وكانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين في اخر تمرين النادي الاهلي في استاد التتش، وطبعا دعموا اللعيبه ودعموا حضرتك شخصيا، وكانوا حريصين جدا ان هم يقفوا جنبك ويتكلموا عن زينة بنت حضرتك ويقول لك الف سلام عليها. توعد جمهور النادي الاهلي اللي جه استاد التتش وكانوا حريصين جدا ان هم يكونوا داعمين لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، تقول لهم ايه وتوعدهم بايه؟ جمهور النادي الاهلي يعني جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، واعتقد لو يعني اي حد شاف المشهد الاخير في التدريب والكم والحشد اللي كان موجود والناس اللي كانت موجوده على كوبري قصر النيل وفي الشوارع، الكم الكبير ده يعني جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام، جمهور عظيم، جمهور بيحب فرقته في كل المواقف. وطبعا احد الاسباب اللي احنا بنشتغل فيها وتعودنا، احنا كلنا متربيين في النادي الاهلي واحنا صغيرين، واي حد بيتولى المسؤوليه سواء على المستوى الفني او المستوى الاداري او بيتولى حتى النادي ورئاسه النادي، عارف ان اهم حاجه عندنا هي اسعاد الجماهير، فالجماهير دي مهمه جدا عندنا. واحد الاسباب ان شاء الله او اهم الاسباب او السبب الرئيسي والسبب الاول ان شاء الله بكره بالنسبه لنا هي اسعاد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. Dernière question. Excusez-moi. C'est moi. Je demande la parole depuis tout à l'heure, vous m'avez pas vu. Je n'ai pas vu. Exceptionnellement. Ok, bah merci. Coach Badri, مرحبا بك. هجرت توفيق من لو 360.1. أول سؤال، بغيت غير نسولك شنو الرسالة اللي وجهتيها للاعبين ديال الأهلي من بعد الماتش في الإسكندرية من بعد 1-1، شنو كانت الرسالة؟ شنو قلتي لهم؟ ثاني سؤال، بالنسبة لوليد أزارو، كنسمعوا من عند الصحفيين المصريين انه يقدر يكون عنده عروض وانه يقدر يمشي من الاهلي في الميركاتو المقبل. الى جا الوليد ازارو عرض من فريق اوروبي، واش حسام بدري يقبل يخلي وليد ازارو يمشي ولا غيبغي يكمل معاه؟ شكرا.
اللي اتقال طبعا بعد المباراه الاولى ان لسه عندنا شوط تاني، لان تملي المباراه دي تبقى شوطين، شوط على ملعبك وشوط خارج ملعبك. اللي اتقال اللعيبه طبعا احنا عندنا شوط تاني في المغرب، وما نفكرش ومش هنفكر ان شاء الله الا ان احنا نحصد اللقب، وهنيجي هنا عشان نحصد اللقب، هنفكر ان احنا نحصد اللقب ان شاء الله. ده تفكيرنا وده اللي هنسعى له بكره. فاتمنى التوفيق يكون معانا ان شاء الله، اتمنى كل الظروف بتفكيرنا الفني وتفكيرنا المعنوي وتفكيرنا اللي فكرنا فيه الفتره اللي فاتت ان شاء الله يكون في صالحنا بكره، وينعكس على الاحداث بتاعتنا. وده تفكيرنا من بعد انتهاء المباراه الاولى. بالنسبه لوليد ازارو طبعا ما عنديش اي فكره عن العرض اللي انت حضرتك بتقولي عليه، لما بتيجي حاجه بندرسها يعني، لكن انا ما عنديش اي معلومه عن العرض اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي. Avant de lever la séance, juste te rappel, l'équipe d'Al-Ahli va s'entraîner tout à l'heure à 20h. La séance est pour prendre des images. Et demain, la conférence de presse d'après-match aura lieu après la cérémonie de remise des médailles, dans cette même salle, donc 10 minutes après la cérémonie de remise des médailles. Et il y aura les deux entraîneurs sur place. Voilà. Et donc, قبل أن من أجل أن ترجم للزملاء العرب، إذا بالنسبة لحصة نادي الأهلي ستكون مفتوحة للصحفيين ل 15 دقيقة الأولى من أجل أخذ الصور. وبالنسبة للقاء الصحفي الذي سيعقب